السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين، عساكم بخير. اليوم حلقتنا يم الخانات، هسه دني الليل الساعة بالـ10:30 تقريبا، هي بالـ10:33 ليلا. اليوم ارد اسولف لكم على الخانات وعلى الطبقات وعلى الطيور اللي زقت زق حلو، والطيور اللي ما زقت زق حلو. يعني انا بالنسبة لي مو حلو، اكو يعني هو مقبول، كله مقبول الحمد لله والشكر. طيور الوان حلوة ونظيفة والحمد لله، يعني بس مو المريود، واكو طيور زقت المريود. خلينا نسولف لكم، ما نضم عليكم، شنو الطير اللي زق حلو والطير اللي ما زق حلو. هاي الخانات تعرفونها انتم، تعرفون طبقاتها، تعرفونهن رقم رقم. المهم هي الفرخاص صعدت فوق والحمد لله والشكر. هسه هذا دعنا من عده، هذا طبعا هو رسه قوي، هذا رسه قوي ويزق اصفر ما علينا بي، لاني اشعل بحمر زوج جواه مو بناته. انا زقيته وهم زق اصفر مرتين، دبع طبعا يزق اصفر. هذا الفرخ اصفر، بس وقف لحبيبي، هذا الفرخ اصفر شوفوه ما شاء الله، ورقة بيضة حلو زي راي عيون ليزرية، مرتب طير طير مرتب والحمد لله. نجي على اول طبقة عندنا، هنا عندنا هذا الفحل، هذا الفحل شوفونه، هذا الفحل تعرفونه، على يا طيرة كان اسرع اشوفكم، على يا طيرة، هاي الطيرة جديدة، هاي الطائرة طبقة جديدة، بس هو الفحل اجزق وعلى يا طائرة كان، هذا الفحل كان على هاي الطائرة، هاي الطائرة انا شلتها من عدة وطبقتها على غير فحل، هاي طائرته عمي، شوفوها هاي طائرته، زين اجزقا زقا احمر وشكري. احمر زرقا وشكري، عن طبقتها على غير فحل، ان شاء الله راح مات. هاي الطبقة الاولى، اذني ما حصلنا كل شيء من عتين، فحل شكري وطيرة درعة، ما حصلنا كل شيء من عتين. عندنا هذا الاشعل باصفر، هذا الاشعل باصفر بين اشعل باصفر، شنو طيرته؟ انا جواهن بيض الصناعة طبعا، طيرة صفراوية، طيرة صفراوية. تعال يا تعال، طيرة صفراوية زقهن زوج حناني، وانتم شفتوا يمكن زقهن، طبعا الزق حناني اللي طيت له بسجادة اخوي ابن عمي. هاي نفس الطبقة، هذا هم اشعل البصفر، هذا هم اشعل البصفر. انت طلعت بالضوء لك، كان بدي اشوفك. هذا هم اشعل البصفر، على يا طيره، تعال يا طيره، طيره مالته هم صفراويه اخي بيج، زقهن ما شاء الله الحمد لله والشكر، زقهن طير لون حلو، لون ما شاء الله يخبل مقبول والحمد لله والشكر. وزقن ثاني اصفر اصفر، وطبعا اخوي قلت له حول البيضات جواها، شيل البيضات شيل البيضات جواها، شوف شو مسوي، شيل البيضات جواها، حاط بيضات جواها، يعني مخلي اربع بيضات جواها. تحياتي له، هسه نرجح، انا اعرف البيضات هاي لنا، هسه نرجح هاي هنا دايات هنداويات، وين هالخانة؟ هاي خانة رقم 7، يا الله خانة رقم 7،
بدرنك بعصب اخته بعصب اخته. ركزوا بي زين. بس اوقفلي بس اوقفلي. يا الله بعصب اخته شنية شقرة صبخته شقرة على طيارة يا بعد ما بيضه مطارد عليها ما طلع على طيارة جوزية لان ان شاء الله يزقن حناني. انا طابقة على شنت على طيارة جوزية هذا بس اشوفكم اياها زقن حناني. هذا فحل ادلع على الطيارة البدرنقة جوان فرختين حمر. طبعا ذيك الزقة ما حصلنا كل شيء من عتين. ذني زوج ذني بدرنق ابيض على طيارة بدرنق ابيض والطيارة صفراء. زقن صفراويات حمر صفراويات. زين هذني زوج اصفر على طيارة بدرنق. البدرنقة دقتها هي بيضتها كبيضة توها دقتها حمرا. تعالي شوف الدقة تختلف باللون. اهم شيء اللون بالبدرنق مو بالاصفر. اهم شيء اللون بالبدرنق مو بالاصفر. دقة لون حمرا يعني اكو ناس يسموها دموية او رمانية. يزقن احمر يزقن احمر وبدرنق. الخلل وين؟ مو بالاصفر. الخلل بالبدرنق او بالاحمر. هاي الطيارة طابق هاني على بدرنق. هذا اللي فوق اللي قلت لكم الدكتة شقرة ذبن حني موجود بالفرخات فوق. هذا الفحل شوفوه صفراوي طبقت عليها ان شاء الله يزقن. طيور مقبولة. ذني زوج شوامل هنا. هاي الشاملية جبت لها زاج الرصاصة للتزوج لها هذا الاشعل. تحياتنا الاشعل حلو هذا ما يفارق ما يفارق اخرس. هذا الطير تماتت الشامل الاسود زوجت عليها لاني دايات عندنا زوج. ذني هسه نرجع على الدقة الحمراء. شوف هذا هم هنا دقة حمراء باعوا. هسه هذا الفحل شنو دقته؟ دقته طوخ حمراء حمراء. هذا يزق احمر. هذا ابنه او احمر رماني يزق احمر وبدرنق. احمر وبدرنق او احمر رماني بس. ذني راه مات يزقن زوج الحمد لله. ذني ما زاقن بعدنا الحمد لله والشكر. ذني مو مالاتنا مال ولا صاحبنا. ها هاي ليش علق سوري شوفوا ايش قد ما شاء الله. ذني 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 هنا مال ولا صديقي راح للبصر خطيه الارس وقال خليني امك حيدر ما علينا بهن ان شاء الله بالحفظ والصون. هذا الفحل شنت ضامه وهي الاشعله فوق ما عندي طيره اله. شوفوا دكته دكته شقره دكته شنو شقره شقره. هذا عندي طيره اله راح اطبقها. يا هي الطيره الطيره هاي طبعا اليوم ازلتها من فحل هاني. هي بيضه بس اوفي بربوق. المهم هاي الدقه ما علينا بها. اهم شيء الدقه بالبدرنق. اهم شيء الطبقه وين المشكله؟ واي ناس تغلط بالبدرنق مو بالاصفر. هاي صفره انا ازلتها اليوم العصر من فحلها. هاي خلنا نطبق عليه وذا باب الخانة عندي استهاج شوي على الخانة الحمد لله. هذني تعال ايش بيها ما بيها شي متعاركة. المهم الساعة كانت مفتوحة الخانة ومتعاركة. المهم ما علينا بها. لا الدقة الدقة رمانية الدقة رمانية على هذا. هاي أول طبقتهن ذيك المرة تدوم ما بيضن زرقنا جوان. هاي عاقر يا الطيرة ما أعرف شنو والله ما أدري.
المهم حطيت هاي الخلطة مالتنا الأعشاب، الحمد لله هسه يمكن لا مقماط يمكن والله أشوفها نعم. المهم عندنا بعد هذا الفحل الصفراوي، طبقته على هاي الطيرة، أنا شغل الفلاش وين يشتغل ما يشتغل، البطارية قلي ضعيفة. هذا الفحل الصفراوي طبقته على هاي الطيرة، خلي زقان لأن إن شاء الله راح مات الحمد لله. هسه هاي الخانات وهاي طبقتين باشدنا. ها هذا الفحل عندنا هنا فحل، خل اطلعه كلكم تعرفونه وتدرون به. هذا شوفوا هذا الحافي دكته حلوه وخفيفه، بس هذا الفحل مشكلته ميشت ميشت جوا فرخات مو مالاته صفر جوازي، لان بيضات ما شدن شمرتين دواي بيض ما شد. شوفوا هذا البيض ما شد. يلا نجي لهاي الطبقه، هاي الطبقه مثل ذني شاي لنا خوات، هنا ذن الطواير خوات صفراويه على فحل اشعل باصفر، على فحل اشعل باصفر. ذن الطبقات اريد اوصل لكم معلومه، من هو اللي يزق الحني ومن اللي يزق الرماني ومن اللي يزق ال عشان الفرخه وين صارت هذا الفرخ الزغير. هاي طيرة عندنا شعلة بصفر هسه جبتها بطبقها وين وقعت. يلا سهلة، هذا الاشعل بسود مالنا طيرته هم ما بيضت لان كمر ليا الزوج بالثمن ترياش جبتهن، بلكي طلع طيرة فحل. اريد الطيرة من عند هناني، عندي طبقة للطيرة. المهم بعد ايش عندنا، شفت الطبقات وشفت الصبغة مالتهن اخوان، اللي يريد يطبق هسه بعد منا وهيك لازم تطبق الشهر الثالث، اللي يريد يطلع فرخات بشهر الثالث اليوم 23 منا اليوم 25 لازم بعد تطبق انت تحسب نقول الوقت اللي بيضن بيه والفرخات لمن يكبرن، يعني بالثالث يكون عندك فرخات، بالثالث يكون عندك فرخات، يعني تطبق بشهر الواحد يوم شقد الشهر 23 نقول 25 لل30 كنت تطبق، من 25 لل30 تطبق طيورك، طلع بشهر الثالث عندك وجبة بالدشر، يعني هاي الشهرين اللي يبقى شهر الواحد والثاني الطيور تبيض تبيض وتكبر فرخاتها يراد لها هم 40 يوم، يعني تاكل هذا الشهر انت بداية الشهر الثالث عندك وجبة مال فرخات. هاي اللي جماعة اللي يريد يطبقون ويريد يطلعون في شهر الثالث فرخات، هاي الطبقات امانة، اللي يريد يزق حلو واللي يريد يزق حني هاي طبقته الحني، واللي يريد يزق رماني هاي طبقته الرماني، واللي يريد يزق احمر عادي يجيب له حمر عاديات ويزقهن. هسه هاي قلنا لكم هذا الدموي صدق ليش ما هذا شفتوا فرخه شفتوه ان شاء الله. بعد عندنا هو الدموي اللي زق احمر، هذا هنا الدموي قلت لكم يمكن هذا زق لا طلعت الاحمر. بعد فحل فحل عندي فحل طلعته بعته، والله مو بعته طيته ببلاش لولا الصديق، هذا مزق رماني لندكته، انا اريد اللون شوي اللون اريده فاتح، يعني انا اريد بالطيور اللي احب الصفراوي بالنسبة لي، طبعا هو الرماني ابو الطيور واحلى الطيور هو الرماني، بس انا اريد الحني اريد الصفراوي اريد اشكال هيك حلوة. وانا بخدمتكم، اي سؤال انا حاضر، اي استفسار تريد تكتب تريد تستفسرون كتبوا بالتعليقات، وانا بخدمتكم شباب. لا تنسونا اشتركوا بالقناة انطونا لايك صعد القناة، تدرون اللايك مالكم يفيدنا راح يصعد القناة،
وأنا في خدمتكم. في أمان الله.